اريد قبل ان انتقل للدكتور كاظم، كابتن مجبل بودي ان اضع مقارنه بسيطه، يعني لو تحدثنا عن استعداد المنتخب القطري في كل تصفيات لكاس العالم، واريد اقارن باستعداداتنا لهذه التصفيات، شنو اللي يصير بقطر؟ والله شوف كابتن علي، منتخب قطر ما حد يعرف بيه، شو وقت يتدرب شو وقت يطلع، بس من تصير المباراة التجريبية يعني لا توجد هناك أي متابعات مثل ما نتابع إحنا. إحنا نقلب الدنيا مثل ما يقول لك، إذا بدأ المنتخب، إذا طلعت الأسماء، إذا نلعب، إذا يعني أنا أستغرب يعني كثير الكلام على المنتخب الوطني. أنا ما فدي يوم في أكو برنامج المجلس يطلع يتكلمون على المنتخب بالأشياء الفنية. إحنا هسه صارنا إيش قد ساعد نحكي على القضايا يعني بصراحة إدارية، ما نتكلم على القضايا الفنية. فإحنا شاكلنا بصراحة كثيرة. أنا صريح وصادق معاك كابتن علي، يمكن الدكتور كاظم يأيد بالكلام أو كابتن أركان، لأن إحنا كثير عندنا مشاكل بصراحة. يعني لازم مشاكلنا نحنها داخلنا، يعني بدون إعلام، بدون فيسبوك، بدون التواصل الاجتماعي، صير لاعب ويا لاعب إذا صارت مشكلة الدنيا كلها تعرف. يا أخي هذا منتخب، هذا يعني هذا يمثل بلد، يمثل 40 مليون، وإحنا بالعراق بلد كرة قدم. صراحة أنا يعني أنقهر وأتأثر على الوضع اللي يصير عندنا بالعراق. يعني مشاكل كثيرة، كلام كثير، تصريحات كثيرة، إعلام، يعني البرامج الرياضية كلها تحكي على مشاكل. مو إحنا قبل من كنا نطلع بأي لقاء نتكلم يعني أشياء تفيد اللاعبين، تفيد المنتخب، نبدح اللاعبين، نشجع اللاعبين، نشجع المدربين، نطل حلول بسيطة، ما نتدخل بعمل المدرب. إذا مدرب هو مدرب عراق، ما نتدخل بعمل المدرب، هو الأساس. إذا المدرب سألنا بموضوع ممكن أنا أرد عليه. أنا مستشار بنادي القوة الجوية، من أروح ما أعطي مشورة إلا المدرب، يعني من كان كابتن باسل قاسم الله يذكره، كابتن راضي شتينشيل، كابتن أيوب، حتى كابتن أحمد خلف، كل الكابتن حكيم شاكر، ما إلا يسألوني يلا أجاوب. على هذا الأساس أنا ما شفنا إحنا المدرب المنتخب الآن كابتن غني، يجب أن يكون هناك الدعم الكامل له.